بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الخامسة إن شاء الله في مادة الـ Object Oriented Program باستخدام لغة الـ C++. قبل ما أبدأ المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيكم الصحة والعافية لكم ولعوائلكم ويديم عليكم هذه النعمة. إخواني خواتي، اليوم إن شاء الله راح نشتغل أو راح نركز على فالتقنية هذه بصراحة كثير تهم المبرمجين، إنه المبرمج دائما يهتم بسرعة تنفيذ النظام مالته، وهذه بصراحة تكمن بتقنية البوينتر. ليش البوينتر؟ لأن البوينتر نقدر من خلاله إنه نفرغ الذاكرة شوكت ما إحنا نريدها، ونملي الذاكرة شوكت ما احنا نريدها، وكذلك نفرغها ما ننتظر انه تخلص كثير اوبشنات يلا، يعني مثلا يخلص النظام يلا تتفرغ دي الذاكرة على مود تستفاد من السرعة مالتها. الان ان شاء الله راح نشتغل بشكل عملي وامثلة عملي على هذا الموضوع تحديدا. بس قبل خلينا نمر على موضوع كلش حلو، امبليست ممبر ارجيومنت. هذا معناه شنو؟ معناه انه انا شو راح استخدم this بال object oriented program. this بصراحه انه في التقنيه كلش حلو، وان شاء الله راح تفهموها بالعملي اكثر. اليوم المثال العملي اللي راح ناخذه اللي هي انه اذا انا اريد متغير هو برايفت واني بالببليك، تمام؟ اذا انا اريده انه يكون نفس الاسم، اذا نفس الاسم اكيد اذا بدون ما استخدم هذا this راح يقول لي عندك مشاكل او يعطيني ارقام غريبه عجيبه. اليوم راح اشوف لكم اياها. ولكن اذا لا راح استخدم this راح يقول لي انه انا الكومبايلر راح يعرفه انه هذا تابع لهاي البرايفت بدون ما يسبب لي مشاكل ويعطي القيمه الحقيقيه لها. وكذلك ان شاء الله راح نشتغل على البوينتر تو اوبجكت. هذا الموضوع ان شاء الله المهم اللي اليوم انا راح ان شاء الله راح اركز عليه. اليوم ان شاء الله راح نذهب الى البرنامج مالتنا الايديتور، راح نشتغل على فد برنامج بسيط. اليوم راح اختارته اللي هو اني راح اشتغل على بوكس اللي هو الصناديق. فبالتالي خلينا نبني من كلاس. هذا الكلاس اسمه بوكس، اوكي؟ هذا الكلاس اسمه بوكس، اوكي؟ داخل هذا الكلاس شباب دائما اريدكم تنتبهون، يعني اريدكم هاي دائما لا اراديه تكتبوا لي اياها، يعني اذا كان بالبرنامج او تحفظوها، انه انا اكيد عندي البرايفت، تمام؟ وعندي بالمقابل هاي الببليك على مود ما انسى الببليك، اوكي؟ عندي برايفت وعندي بابليك، هاي خلصناها. زين انا الصندوق ايش بي بطول وعرض وارتفاع، تمام؟ اذا قبل ما اكتب المتغيرات لازم اعرفها. تعلمنا انه مثلا انا اكتب دبل المتغير مالتي اسمه لينكث، اوكي؟ وعندي كذلك دبل ويت، اوكي؟ وعندي دبل هاي، اوكي؟ خلصنا هذني كبرايفت. نجي على دور الببليك مالتنا. الببليك مالتنا يا شباب من القادر راح اشتغل على ابني لي ايش؟ ابني لي دائما كونستراكتور. كونستراكتور اللي ياخذ نفس اسم الكلاس اللي هو اسمه بوكس. داخل هذا الكونستراكتور دائما متغيرات خاصة بي، فبالتالي لازم هذه المتغيرات هم اعرفها، اوكي؟ فاعرفها انه مثلا دبل، عفوا، دبل ال، اوكي؟ ومن ثم دبل مثلا ويت، ودبل هاي، هاي، اوكي؟ ومن ثم افتح الكونستراكتور مالتي. ايش راح اخلي بيها؟ راح اعرف المتغيرات مالتي بالبرايفت على المتغيرات اللي انا انشاتها، فبالتالي ايش راح تكون؟ راح تكون اللينكث، اللينكث مالتي يساوي ال، تمام؟ والويدث
يساوي W اوكي will high يساوي H. هذه المتغيرات خلصنا. هسه ايش راح اسوي لي؟ راح اسوي لي داله، هذه الداله تحسب لي الفوليوم اللي هو الحجم مالته. يصير دبل دبل فوليوم دبل فوليوم اوكي. هذا الدبل فوليوم راح اكيد احنا نعرف يا شباب انه الريتير مالتنا الريتير في الويت في الهاي تمام. هذه المعادله مالتنا الخط ترجعين هذه المعادله ان شاء الله. اوكي شو يبقى لنا؟ يبقى لنا راح نروح هسه خلصنا هذه المتغيرات كلها، راح يبقى لنا بالمين. هاي المين راح ابني لي الاوبجكت مالتي اللي هو بوكس، اسم راح اسميه بوكس 1. هذا البوكس 1 راح اعطيه مثلا قيم 3 2.5 على 2.5 على سبيل المثال 2.5 اوكي. ومن ثم راح اطبعه، اسوي له سي اوت الطباعه مالتي. الطباعه مالتي راح اقول بيها the volume of box 1 is تمام راح نكتب اسم الاوبجكت box 1 dot منو dot الدالة اللي انا سويتها volume تمام. هسه راح نحاول ننفذ، خلينا نشوف شنو راح يطلع لنا. اوكي روتين لينكث ويت هاي سوري عدي بالمتغير ال ال لازم تكون كابيتال حتى يطابق الشغل مالتي. اوكي هسه حاليا يا شباب طلع ذا فوليوم اوف بوكس 1 از هلكت. اوكي هسه اريدك تنتبه انه شلون راح استخدم الذس بشغلنا. يا شباب انتبه، انا اذا اريد اليوم اغير هذه اسميه بدال ال ال ايش اسمي لينث على سبيل المثال وال ويدث اسمي ويدث والهاي اسميه هاي كذلك اغير بالتعاريف مالتي. اوكي خلينا نشوف ايش راح يطلع لنا بالنتائج. شوف يا شباب شوف ايش طلع لنا، طلع لنا زيرو يعني اكو خلل بالموضوع تمام، لان انا عندي 2.5 في 2.5 في في 2.5 تطلع 15.6 اعتقد. هنا انا صار مشكله، فبالتالي شلون اعالج هاي المشكله يا شباب؟ ببساطه اعالجها اقول له this ومن ثم الاروز السهم اوكي جود. رجعت لنا الموضوع انه هسه حاليا افتهم البرنامج مالتي انه يابا انه هذه المتغيرات هي تابعه لذني البرايفت مباشره ولكن نفس الاسم تمام. هسه ايش اريدكم تنتبهوا لي على انه
بالميل لو انا سويت البوكس، هذا البوكس اعتيادي اوبجكت اعتيادي موجود، وهذا يعني اشتقيته من الكلاس اوكي، وهذا الاوبجكت تعاملت بيه وطبعته. هسه الان ايش راح اسوي؟ راح استخدم اسوي لي بوينتر، يعني راح اشتغل يعني اعمل عمل انه 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 البوكس راح يشتغل على اساس البوينتر. زين، شو اول خطوه شو اريد انا اسويها يا شباب؟ اريدك تنتبه اليها. راح استخدم لكم شباب بالحل طريقتين، الطريقه الاولى انه استخدم البوينتر، والطريقه الثانيه راح استخدم الريفرنسز. اوكي، هو كذلك ماتين تشتغل على حال حال البوينتر، ولكن الاهم يا شباب اللي اريده من عندك تنتبهون انه هاي الطريقتين هي صحيحه، وهي اثنيناتهم نحاول يعني قدر الامكان يا شباب لو تلاحظون اعطيكم هاي الملاحظه انه هذا البوكس انتظر هذا يخلص كل البرنامج يلا شنو راح من الذاكره. ولكن هاي الطريقه راح اشوف لكم اياها يا شباب، لا هذا راح تختلف. اقول مثلا بوكس 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 2 اوكي، اللي اني اريد ابني او خلينا نقول الاوبجكت اللي اريد اسويه اوكي، هذا بوكس 2. ايش اقول؟ اقول بوكس 2 انتبه علي يساوي، انتبه اوبجكت سويته اسمه بوكس 2 يساوي نيو بوكس، واطل قيم مالته مثلا خلينا نقول 2.3.5، هاي القيم مالته. النوب ايش اسوي؟ اوكي، هسه راح احاول راح اطبع المحتوى مالتي، راح اقول سي اوت دي فاليو اوف box 2 is انتبهوا علي يا شبابنا، لان هاي كلش خطوة مهمة. مدام اني استخدمت هاي الطريقة يا شبابنا الغالي، استخدمت هاي الطريقة لازم ايش اسوي؟ مدام استخدمت لنيو على هاي الطريقة لازم اخلي لي بالبوكس ستار، يعني اوبجكت. شوف هسه حاليا حولت الاوبجكت الماتي الى بوينتر، البوينتر شلون اعرفه؟ اعرفه لازم اكو نيو اوكي، وهذا النيو من اريد هنا استدعي واريد اشتغل بيش، اقول له اقول له بوكس 2 رو، انتبه المن الفاليو الداله اللي هو اسمها فاليو، سوري اوكي فاليو هو اند لاين، خاطر يترتب شغلنا اند لاين دان. اذا هاي اللي تك تنتبه عليها، وصراحة اعيد لك اياها ان شاء الله بشكل سريع. ديليت خاطر امسح، شوف هنا أنا اقول لي اقول اوكي انت وفيتي طلعتي نتائج، وراح امسح لي اياه. ديليت من هو؟ ديليت بوكس 2 ذاتس ات. هسه حاليا خلي انفذ، اريد اشوف الشغل شلونه. شوف يا شباب ايش قال لي؟ قال لي يا ترى ذا فوليوم اوف بوكس 2 از 30. حلو، هذه الطريقه الثانيه استخدمتها، استخدمت صار باستخدام البوينتر، فاصبح هنا الاوبجكت اوبجكت طبيعي واستدعاء طبيعي بوكس 1 دوت فوليوم. اما هنا عن هنا أنا عندي volume، سوري انتبهت علي هسه شباب. اما هنا أنا ايش عندي؟ عندي انه البوكس 2 تعاملت كانه يصير الاوبجكت كبوينتر اوف اوبجكت اوكي تمام. هسه واضحه انشا اني اوبجكت استخلصه من البوكس، واعطي علامه الستارت، ومن ثم من اقول بوكس 2 يساوي نيو واعطي القيم. شوف شلون طريقه القيم اوكي، ومن ثم من استدعي بوكس 2 مو دوت فوليوم، انتبه علي، لا بوكس 2 سهم
فوليوم، ركز وياي، بوكس 2 سهم فوليوم، ومن ثم ديليت. هذه الطريقة انه شلون اعرف الاوبجكت مالتي كبوينتر. هسه راح اعلمك على طريقة ثالثة، يعني انه خاطر تصير يعني ضمن رصيدك ان شاء الله، راح تتعلم انه شلون انا اشتغل البوينتر از، يعني انه شلون ادريس، استخدم الادريس. فبالتالي راح اسميه بوكس 1 اللي هو عفوا بوكس 3، يعني اعطيه فد اسم 3، واطيب مثلا بيانات هالمره 8 6 4. خلصتها هذا الاجراء، خلصته. هسه ايش راح اسوي؟ يعني هسه راح اقول انتبه عليه، بوكس المادي بي ار تي، او عفوا بي تي ار بوينتر، يعني هاي انا اسم هيك قاعد خطر، بوينتر بوكس. هذا البوينتر بوكس هو اللي راح اخلي له الستار. انتبه، من راح اخلي له الستار ايش راح اسوي؟ راح اقول بي ار تي اللي هو بي ار تي مثلا بوكس، بي ار تي بوكس يساوي من هو؟ يساوي البوكس 3، بوكس 3. ولكن قبلها على قبل هشرح اخلي علامة الاند، واضح؟ بوكس 3 علامة الاند. هاي صار اخذت الادريس وخليت لهذا البوينتر، ومن ثم هسه راح اطبع نفس هاي الرسالة نفسها، نفس الشغل مالتنا عفوا. بوينتر فوليوم بوكس 3 مثل ما اتفقنا، 3 اوكي كل شيء تمام. ولكن الديليت هالمره، ها عفوا، هنا تجيب اسم البي ار تي، او سميته انا بي تي ار خاطر ما اخطا، بي تي ار بوينتر، يعني بوينتر بوكس. هذا البوينتر بوكس لان انا اخذت هذا الشغلنا هنا، انا راح يصير شوف هنا انا راح يصير الديليت، هنا ديليت بوينتر بوكس ذات، خلصنا. هسه راح اسوي اوكي. هسه تحقق هذا الطريقه الثالثه اللي هي عن طريق الادريس، يعني اول طريقه انه يكون اوبجكت اعتيادي، الطريقه الثانيه عن طريق البوينتر اوف اوبجكت، الطريقه الثالثه هم بوينتر اوف اوبجكت، ولكن عن طريق الادريس. شبابنا الغالي، هذا المثال يعني اعطيته، هذا مثال حي. اوكي شلون اني استخدم البوينتر؟ شوف يا شباب، وكل الحالات يعني هذا مو خلص بالذاكره راسا، هذا مسحه من الذاكره، يعني الذاكره اصبحت فارغه، لربما يعني اي شيء بعده، اي انستراكشن بعده يا شباب راح يشتغل وهو مرتاح بدون اي تاثير او بدون اي مشاكل. اوكي لهذا انه طريقه البوينتر حلوه. شباب ركز على ايه، هذه الطريقه الاولى شلون كتبتها، انه شلون البوينتر اني الاوبجكت عفوا شلون اخذته من البوكس. الطريقه الثانيه ركز عليها شلون البوينتر اشتغلت خطواته، انه تنشا اوبجكت بعدين نيو بعدين ديليت، وانتبه لي على كود الطباعه راح يصير بوكس 2 اللي هو وراء روز وراء فوليو. اما الطريقه الثالثه اللي هي عن طريق الادريس، بالبدايه اني انشا اوبجكت، هذا الاوبجكت بالقيم اوكي، ومن ثم من بوكس اسوي لي في المتغير اسوي بوينتر، وهذا البوينتر اوديه للادريس. شوف الادريس مال بوكس 3، الادريس اوديه وين؟ للبوينتر بوكس، واطبع البوينتر بوكس باستدعاء الداله فوليوم، ومن ثم امسح الديليت البوينتر بوكس. هذه الطريقه يا شباب انا يعني ارتئيتها، هذا على انه تقريبا هذا المثال راح لو تلاحظوه شوفوه، انه اكو اقدر اشتغل على انه بوينتر هو يقوم يتبع الادريس، تمام، ويحصلنا الادريس اللي هو عنوانه بالذاكره يا شباب.
او مثل ما خلي مثال الاحتمال الثاني انه البوينتر موجود بالذاكره واني جيت حددته وراها استخدمته وراها راسا اعطيته ديليت ففرغ لي من الذاكره. يعني انا تقريبا اشتغلت بهاي الطرق. اريدك انت اذا طبعا بالمناسبه قبل ما انسى يا شبابنا الغالي انه احنا اذا ذكرنا لك بالامتحان او انه انا اريد مثلا تشتغل لي هذا الموضوع بكذا تقنيه، تركز لي دائما على السؤال انه انا اريدك مثلا هذا السؤال احتمال، يعني اكيد هذا يعني بالطريقه الاعتياديه اقدر اسويه، ولكن انا اذا اريد اقول لك اريد اسوي مثلا بالبوينتر اوف اوبجكت، تسوي لي بوينتر اوف اوبجكت، هذه من شروطه السؤال، تمام؟ فاريدك تركز على هذا الموضوع، وان شاء الله يا شباب راح ألتقي وياكم بالمحاضرة إن شاء الله السادسة بإذن الله. حاول قدر الإمكان إنه أشتغل لكم مادة محاضرة الكلاس منبر بإذن الله، وأنا راح أنزل أسايمنت إن شاء الله. هذا الأسايمنت أريد من أنظر عندكم حل إليه، أوكي؟ ترسلوا لي الحل مالته، ويا ربي الله سبحانه وتعالى يحفظكم إن شاء الله وييسر أمركم، وإن شاء الله يا ربي ما أطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.